السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ بخير. كي دايره مع الصحه؟ نتمنى من الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نصايم معكم عصير الرمان مادام الحمد لله موجود بكثره. اللهم لك الحمد. والطريقه ديالو راه نتوما البنات كلشي عارفينها، تنشدوه تنقطعوه وتنشدوه عاوتاني، تنشدو شي معلقه تكون ثقيله او شي العود ديال المطبخ صافي، وتنبقاو نضربوا عليه دغيا ساهل دغيا تيطيح صافي. المهم راه نتوما عارفين دابا الرمان الحمد لله موجود بكثره صافي. شديته هو نقيته وحطيته وحيدت منه داك القشره اللي تتكون غليظه شي شويه بيضاء، حيدتها. المهم راه كاين شي فيه شي شويه ولكن معليش راه حتى هو صحي صافي. وغادي نديرو ان شاء الله، غادي نديرو بالعصير ديال المندارين مادام حتى العصير الحمد لله موجود. المندارين هاد الوقيته هي هادي ديالو تيكون موجود هو والرمان صافي. خديت واحد الكاس، كاين اللي تيديرو بالماء، انا ما بغيتش نديرو بالماء، انا تعجبني دائما نديرو بالعصير صافي. خديت سميتو كاس ديال العصير والسكر على حسب الذوق صافي. هادي هما اللي عندنا. المهم غادي نبداو على بركه الله، غادي نجيبو الخلاط وغادي نديرو. وضروري خصنا واحد الصفايه وواحد المعلقه باش نصفيو داك الرمان، حيت راه ضروري تيكون فيه شويه ديال العظيمات صافي. غادي نجبد دابا الطراب ديالي وغادي ندير هنايا بسم الله صافي. دابا غادي ناخذ الطراب ديالي كما قلت لكم وغادي ندخل هذا الشيء هنايا بسم الله غير شويه. راه كاين فيه شي شويه ديال القشور ولكن معليش راه مزيان. خويا بهذه الطريقه هكذايا باش ما تهرقيناش بسم الله. كيما كبر وغادي نخوض هذا الكاس ديال العصير ديالنا. والكاس ديال العصير راه ما صفيتو ما والو، خليتو باللب ديالو، ها هو تيبان لكم، خليتو اللب ديالو راه زوين بسم الله صافي. والسكر على حسب الذوق ديالكم بسم الله. ندير ثلاثه ديال المعلقات، راه واخا هكداك المعلقه راه صغيره ماشي كبيره بزاف صافي. وغادي نكمل ان شاء الله تخدم بسم الله. صافي باش ما ندير لكم الصباح صافي. دابا غادي نشدو هاد الصفايه هادي وقيته ديالو راه صحي زوين صافي. حتى يبقاو معايا العضا ممكن دابا ملي نطحنو هكدا بغيتو تزيدو عليه شي فاكهة وحدة أخرى مزيان زوين عاوتاني يجي حتى هو خاطر زوين. انا ما بغيت نزيد معاه حتى شي حاجه صافي. نبقاو على هاد الطريقه هكدا حتى يتحيدو بعضا ونكملو بعضا مخطوط راه طحنو مزيان والسكر على حسب اللي يبغى. غنغسل المغرفة بحيت فيها العظام وعاد نجي نخلط صافي. هادو هو الشكل.
داك الماء معاه لا حتى شي حاجه، صافي داك الكاس ديال العصير ديال المندرين و كاسات معلقه ديال سنيده صافي. المهم كما قلت لكم الا بغيتو ديروا معاه شي اي فاكهه بغيتو تخلطوها مع الطحن، دابا منين صفينا ممكن ديروا شي فاكهه اللي بغيتو، يا بنان يا تفاح يا اللي بغيتو، كيوي باباي عاوتاني عاوتاني الباربع الباربع عاوتاني نديروها نسلقها واحد نص سلقه ونطحنوها معاه راه صحيه زوينه ان شاء الله. دابا نديرها معكم شي نهار صافي. دابا غادي نشدو الكاسات صافي البنات، وهذا هو العصير ديالنا كما قلت لكم طحنته ودرته في كويسات وراه عصير زوين ومنعش. نتمنى اخواتي يعجبكم وما تنسونيش باللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد، والى فيديو اخر ان شاء الله. صحتكم وراحتكم.